يسعد صباحكم واهلا بكم حلقه جديده من صباح الشرقيه، يوم جديد وامل يتجدد وبدايه يومكم وبدايه اسبوعكم، يا رب تكون مليانه بالخير والبركه، حلقه جديده منوعه بها الكثير من الفقرات اللي تخص كل بيت عراقي، خلينا نبداها باهم العناوين. عادات صحيه يكتشفها البعض عند فتره الصوم، ومن الممكن ان يعتمدوها فيما بعد، ومن هذا المنطلق حابين نسألكم مشاهدينا، ما هي العادات الصحية اللي اكتسبتها في الشهر الفضيل وما تأثيرها عليك؟ كيفية الحفاظ على النظام الغذائي الصحي خصوصا في الأعياد؟ تحدثنا عنها المدربة سالي الدهان من استوديوهاتنا في دبي. أحدث حلقات المسلسلات الرمضانية وأبرز البرامج المنوعة التي تعرض على قناة الشرقية ومنصة ألف واحد. ومن ادهوك الإقبال على الخبز العراقي والمخبوزات الحلوة والمالحة في رمضان على مائدتي الفطور والسحور. وفي أخبارنا المنوعة لليوم، البيض المسلوق هو من عادات وطقوس الباكستانيين في شهر رمضان، والأناناس العصير الأمثل عند الإفطار. أما باقي التفاصيل فرح نتعرف عليها في حلقتنا لليوم. أما سؤال حلقتنا التفاعلي لليوم، ما هي العادات اللي اكتسبتها من الشهر الفضيل وأثرت عليك بطريقة إيجابية؟ تقدرون تشاركونا آراءكم عبر الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، حياخذكم مباشرة لصفحتنا عبر الانستغرام وتقدرون تشاركونا كل آراءكم. وبداية لموضوعنا لليوم، طبعا في شهر رمضان يحرص البعض على اعتماد أسلوب صحي في التغذية، إن كان من خلال الفطور أو من خلال السحور، ويكتشف فيما بعد بأنه هذه الأساليب غيرت منه، لذلك راح يعتمدها حتى تكون أسلوب حياته حتى بعد رمضان. ومن هذا المنطلق حبينا أن نسألكم مشاهدينا، ما هي العادات الصحية اللي اكتسبتها في هذا الشهر الفضيل وشنو كان تأثيرها عليك؟ خلونا نتابع الاستطلاع التالي مع جوان من بغداد. يسعد صباحكم مشاهدين قناة الشرقية وبرنامج صباح رمضان. اليوم سؤالنا يقول، ما هي العادات الصحية التي اكتسبتها خلال هذا الشهر الفضيل وما تأثيرها عليك؟ خليكم ويانا نسمع آراء الناس. مرحبا، شلونك؟ مرحبتين، أهلا وسهلا بيك. شنو العادات الصحية اللي اكتسبتها بهذا الشهر الفضيل وشنو تأثيرها عليك؟ والله هي ماكو يعني تأثير، لأن أنا رياضي، ملتزمين بالصيام، ملتزمين بالرياضة بعد الصيام، بعد الصيام تقريبا بعد الفطور العفو ساعة ساعة ونص أتوجه للتمرين، كارديو، رياضة، أكل صحي، الوجبات بانتظامها، النوم بانتظامها وماشيين هيك الحمد لله. والله إذا نحكي بصراحة فإحنا هذا الشهر يعني أي عادة صحية ما يصير بي، تمام؟ لان اول شيء النوم متخربط بالشهر، وشيء ثاني الاكل العراقي احنا اكلنا كله دسم، وتعرفين الامهات والاخوات يبدعن بالطبخ خلال الشهر، فكل وجباتنا دسمه. صارت لك مثلا عاده صحيه؟ ممكن عفت الدخان، ممكن عفت الكافيين. اي صحيح، انا اقول لك موضوع التدخين، لان انا مدخن، فخلال هذا الشهر يعني تركت الدخان، تمام؟ يعني احس انه صحتي احسن، التركيز احسن، يعني هواي امور فادتني، حتى موضوع النوم والارق الغيره، لان هذا كله تاثير الدخان والنيكوتين. شهر رمضان نكتسب منه دائما عن خلال الصيام نكتسب عاده صحيه، الا وهي الانقطاع عن الاكل. البعض يستغل شهر رمضان باكل الحلويات، باكل الدهون، باكل الهاي، لكن اكو بعض الناس الاخرين يستغلون شهر رمضان لا تنزيل وزن او رجيم او اتباع حميه غذائيه،
انا من النوع اللي استغل كحميه غذائيه، ما من نوع احب الحلويات استغلها كحلويات او كدهون. فاللي فادني يعني كتاثير صحي كان ايجابي والحمد لله. شنو العادات الصحية اللي اكتسبتيها بالشهر الفضيل وشنو تأثيرها عليك؟ شو العادات الصحية؟ مشي بعد الإفطار، الوجبة بتكون خفيفة، ولازم تكون فيها سلد وسوب وبروتين. تأثيرها عليك انه مثلا تحسنتي نفسيا بسبب هالأسبوع؟ ايه اكيد 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 حسنت نفسيا. بداية رمضان؟ ايه من بداية رمضان كنت منظمة الوجبات ورياضة يومية وكان كل شيء تمام. هذا الشهر قللت من الخبز. انا كلش مقلل هنا اصلا. وهنا مو زينات لان المعدة فارغة، تعرفين صايمين تقريبا 16-17 ساعة. العادات الصحية هي شرب المي كثير، يعني بداية اني اشرب مي كثير وبلش بالشوربات او الحساء. يعني الشيء المنيح انه هو خففت انه اكل فاست فود يعني وهيك والاشياء الجاهزه يعني كلها، اعتمدنا على الاكل البيتي اكثر. يعني شكرا لك جوال، وشكرا لكل الاشخاص اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا لليوم. مثل ما شفنا باستطلاعنا انه نسبه كبيره من الناس يحبون انه يحافظون على نظام غذائهم الصحي اللي المفروض يكون انه البروتين موجود، الخضروات موجوده، ولكن اخر 10 من رمضان بعض الاشخاص ممكن انه تقل شهيتهم للاكل وهذا الشيء يساعدهم على تخفيض وزنهم او التخلص من السموم. طبعا الحفاظ على الانظمه الصحيه الغذائيه في فترات المناسبات هو شيء جدا مهم للي يتبعون نظام صحي، وكيف اذا كان هذا الشيء في شهر رمضان، والوصول الى وزن مثالي تزامنا مع الصوم من الممكن انه يتاثر بضيافات العيد واكلاته الدسمه. حول هذا الموضوع مشاهدينا راح نتحدث اكثر مع ضيفتنا المدربه سالي الدهان في استديوهاتنا في دبي اليوم. راح تحكي لنا شلون نقدر نحافظ على نظامنا الغذائي الصحي بالاخص برمضان. يسعد صباحك سالي. هلا عبد الله، صباح الخير. يا اهلا بيش. بالبدايه سالي، خروجنا من شهر رمضان ودخولنا لفتره العيد من الممكن انه تنطي الفرصه للكثيرين انه يزيدوا وزنهم بسبب الحلويات، ومثل ما تعرفين انه احنا عندنا الكاهي والجيمر الصبح شيء اساسي، فشلون احنا نقدر نحافظ على هذا الصيام والنظام الصحي بالاخص اول ايام العيد؟ شوفي خلينا نكون واقعيين رولا، لان العراقيين اول شيء عندهم الاكل اكيد حياتنا كلها شنو الغداء وشنو العشاء وشنو الريوق، بس يعني ويا الزمن دا اشوف انه اكو تغيير بالمجتمع العراقي، شوي شوي دا يتغير دا يتحسن. اكو عادات واحد يقدر يسويها اللي يقدر يغير من العادات اللي احنا متعلمين عليها، مثل جاء الكاهي والجيمر، والكاهي والجيمر راح تكون وجبه رئيسيه خصوصا بالنسبه للافطار، لانه الانسان صايم ويريد يحتفل وعيد وهذا شيء طبيعي. بس السكر راح يزيد زايد بسرعه مرات، وخصوصا بالنسبه للاعمار، يعني احنا بالاعمار ال 20 وال 30 نسبه الحرق تكون جيده، بس ورا ال 40 وال 50 لازم واحد ينتبه، لانه الجسم راح يكون نسبه الحرق اخف، ممكن يزيد تسمم في الجسم، زياده السكر الانسولين، ممكن نفخ البطن، زياده القهوه والشاي الصبح، لانه واحد محتفل انه يريد يشرب قهوه يخلي باله، لان زيدت حموضه البطن بسبب ما متعلم البطن. احنا رمضان اصلا موجود حتى واحد يخفف من الام البطن، يخفف من الكبد، الحموضه بالكبد، فلازم ناخذها بشكل تدريجي انه هذا بطننا مو انتقام، انه احنا صايمين لازم ننتقم وناكل ونشرب وهذا، فلازم نعلم نفسنا شوي شوي. اكو طريقتين انه الاعتدال. اذا انت معزومه افطار يعني ريوق، ف
تاكلين بدل القطعه الكاهل الكبيره تاكلين قطعه صغيره. حلو. بدل الجيمر قطعه كامله تاكلين قطعه صغيره. حتى لا تحرمين نفسك من الاكل وبنفس الوقت انت ما مأذيه نفسك. شرب الماء بين الوجبات كثير، القهوه وحده مو اكثر من وحده. الحركه اذا قدرنا الصبح سوينا حركه او بعد الافطار، لانه راح يكون عزيمه غدا هم، فممكن زياده 30 دقيقة بين هاي الوجبات، لأن أنتي معطلة وما في شغل، تزيدين حتى تحرقين على الأقل وجبة الإفطار حتى تقللين السكر وما تزيديها بسرعة. أنا بالنسبة لي أفضل إنه ما دام خلصتوا رمضان وأنتم متعودين على الصيام، كملوا ببرنامجكم مدى الحياة اللي هو الصيام النظام المتقطع، اللي هو 8 ساعات تاكلين باليوم و16 ساعة تصومين. فإذا جريتيها وما في عزيمة أفطار بس في عزيمة غدا، جريها إلى وقت الغدا. يعني الواحد إذا سوى صيام متقطع وبلش أول وجبة بوجبة الغدا وتكون وجبة دسمة ما راح تأثر عليه. ما راح تأثر. بعدين شنو الوجبة الدسمة؟ أنا دائما يعني أقول أوكي الدولمة طيبة والتشريب طيب والباتشا طيبة وكله طيب، بس الصحن لازم يكون نصه خضار وفاكهة. فالسلطة كبروها، الخضرة كبروها، وسووا البروتين ربع والكربوهيدرات ربع حتى والأكل يكون أبطأ مو سريع، حتى شوي شوية تشبعون يعني أبطأ. وحاولوا وجبة باليوم، يعني إذا أنتم معزومين غدا خليه هي هاي الوجبة الغدا، وإذا معزومين عشاء خلوها هاي العشاء، ودائما خلوا نص ساعة إلى ساعة حركة حتى تحرقون نص الوجبة. حلو. يعني أكو طرق والله الحفاظ مو صعب، يعني أنا أكل شيء كل شيء وأحب كل شيء، بس هو التوازن المهم. أكلتي الغداء تمتعي به، حرقي نصه وأنتي نايمة مرتاحة. حلو. سالي البدائل الصحية، بما إحنا اليوم عندنا بدائل صحية خلينا نشرحها. فمثلا البقلاوة والزنود الست والكنافة كلها راح تكون موجودة، بس أنا من الناس اللي أموت على الكنافة وأموت على الزنود الست، بس ما أخلص القطعة أخلص لقمة. لقمة أوكي. لا تمنعون نفسكم من شيء، لقمة حلوة وثاني يوم أكلوا اللقمة مرة ثانية، بس لا تاكلون القطعة كلها. لقمتين ثلاثة إذا زيتوها امشوا أكثر. زين فالتعادل. بعدين بالنسبة للمستضيفين الناس أو اللي راح يروحوا الناس، حاولوا دائما تغييرها إلى مثلا بدل البقلاوة إلى مواد صحية، يعني هاي كلها مواد صحية، لأن البوتاسيوم بها، التمر بالبوتاسيوم، اللوز الطبيعي بالدهن الجيد. خلي بس نرفع على الكاميرا. الدهن الجيد، كلها هاي مواد حلوة ومفيدة. طبعا مو الاكثار بيها قطعة او قطعتين، لان ايضا تزيد الانسولين بالدم، بس احسن من البقلاوة، لان البقلاوة فوائدها صفر، كلها دهن وسكر، وسكر مو طبيعي. هذا كله طبيعي، فليش ما نغير عاداتنا؟ الضيوف يبدون يتعودون، وهاي سوت هيلثي خلي انا هم اسوي هيلثي، يعني شيء طبيعي. بعدين بالنسبة للمكسرات والشيبس، الشيبس على فكرة فوائد الصفر، يعني أولا الزبد الدهن اللي ينحرق به كلش عالي وكلش مفيد، مو مفيد للجسم، ما في أي فوائد. والمكسرات المملحة الملح بها عالي. نرفعها بس للكاميرا وراح تنجب كل الملح العالي وما بها فوائد كثيرة. كيف نغير هذا الصحن؟ نغيره اللي دائما أقول أنا، حتى يأكلون أكلكم الطيب المطبوخ طيب، نغيره بصحن خضار ودب، يعني حمص، لأن هذا كله فيتامينات وكله مواد طبيعية وما يشبع، وأخذتي الفايف داي اللي هي الفيتامينات الجيدة. من الممكن أن نحط فاكهة همينة. فاكهة بالضبط مع الحلويات، يعني تسوين صحن فاكهة جيد، أو مثلا فروت سالاد اللي هي السلطة، وتحطين عليها بعض هاي تكسريها كلش طيبة راح تكون. وتقدرين تخليه شوية مثلا آيس كريم طبيعي اللي حتى بس هي كلها هيلثي، اني ماخذ الفيتامينات مو ماخذ بس شو اسمه. وارجع واقول لا تحرمون نفسكم من زنود الست او البقلاوة، بس قطعة صغيرة، كمية جدا قليلة قليلة. حتى بالنسبة للمكسرات تحويلها الى مكسرات طبيعية. ومن تشتهون شيء حلو، هذا مثلا رايس كيك اللي هو كلش هيلثي، الكربوهيدرات الهيلثي، قطعة موز صغيرة حتى تكسرين الصيام إذا معزومة غدا، بس تكسريه حتى شوية ينطش انرجي ببوتاسيوم زين. وشرب المي دائما كل يوم، شبعي نفسك بالمي، يعني أولا دا تفيدين الجسم،
تتغذيه وانت نفس الوقت تشبعين نفسك. فاكو طرق سهله والله، هو مو قصه ريجيم، هو قصه لايف ستايل، لايف ستايل، طريقه حياه جديده انه تحبين نفسك مو تنتقمين منه. طيب سالي، بالبداية حكينا عن الأشخاص ممكن يكونون أكبر عمراً أو أكبر سناً، يعني بعض المشاكل الصحية. أكو فئة محددة إحنا نقدر نمنعهم تماماً من الحلويات ومن الأشياء الدسمة من خلال أول يوم العيد، ثاني يوم العيد؟ لأنه تعرفين معظم الأشخاص مثلاً يعانون من ضغط أو السكر. السكر يعني الإنسولين رأساً يصعد سريع، بعدين عندهم أدوية لازم يأخذوها وتعودوا يأخذوها بعد الإفطار اللي هو وقت بعد الإفطار. فأنا أنصح إنه يكملون هاي الطريقة لأن تعودوا على بعد الإفطار. وأنصح أيضاً لأنه الصيام المتقطع مفيد جداً بالنسبة لأعمار 50 و60، لأنه ده تنظف الكبد وتنطي الجسم راحة. 16 ساعة أنت مرتاحة من الأكل، المخ يرتاح، الكبد يرتاح، فليش ما نكمل إلى ساعة 2 و3؟ وساعة 2 و3 ما تكون وجبة قوية، تكون همنا وجبة خفيفة، الشوفان، الموز، يعني تتمتعين الفروت سالاد. أنا دائماً الفروت سالاد الساعة 1 و2 اللي هي أجمع بيها شوية مكسرات، شوية لبن، زدتي البروتين، زدتي المكسرات اللي هي الدهون الطبيعية، أكلتي هذه الوجبة، وبعدين تخلين الوجبة الرئيسية اللي هي ساعة 5 بها البروتين، بها الكربوهيدرات، تتمتعين بها وأنت ماكو أي تأنيب ضمير لأن أكلتي الوجبة الزينة والرياضة مستمرة. توضيحا بس لمشاهدينا أيضا، ساعات الصيام المتقطع تنحسب من النوم، فإن الموضوع كلش سهل. إذا واحد مثلا يتناول وجبة معينة وبعدين ورا ساعتين نام وظل هذه الفترة كليتها بعد ساعتين أو 3 ساعات من الإفاقة، من الممكن أنه بس يسوي سكيب لفترة الفطور بالضبط، بعدين يتناول الغداء مثل ما ذكرت بالضبط. هاي واحدة من الطرق اللي إحنا نقدر نفيد بها مشاهدينا، أي اللي هي الصيام المتقطع. إذا بطلتي أكل ساعة 7 العصر وساعة 7 الصبح هاي صار 12 ساعة، ضيفيها شوية بعد 4 ساعات، انتي ب 12 ماكلة، و 12 اسهل من رمضان بس انتي منظفة جسمك لمدة 16 ساعة. حلو سالي الدهان، شكرا لوجودك بصفاحة شرقية، معلومات كلش مهمة وطرق صحية استخدمناها اليوم تفيد مشاهدينا. شكرا لك. شكرا لك. نرجع نذكركم مشاهدينا، في حال حبيتوا انه تسوون اي نظام غذائي صحي دائما حاولوا انه تتوجهون لدكتور التغذيه المناسب اول شيء، على مود يشوف الاكل المناسب لكم. وايضا اذا كنتوا تعانون من اي امراض، بعض الاشخاص من الممكن انه يعانون من امراض الضغط، امراض الانسولين مثل ما ذكرنا، او امراض السكر عفوا مثل ما ذكرنا في بدايه حلقتنا، فحاولوا انه تتوجهون لدكتور التغذيه المناسب على مود يقدر يساعدكم، اضافه الى الصيام المتقطع والفيتامينز واسلوب الحياه. ومن هذه المواضيع نروح لتقريرنا لليوم. الخبز من الأشياء الأساسية اللي يعتمدها الفرد العراقي بوجبة الطعام، وبرمضان خصوصا يزيد الطلب على أنواع مختلفة من الخبز، منها الخبز العادي أو الحلو أو اللي يضاف إلى السمسم وحبة السوداء وغيرها من الأمور. خلونا نروح وياكم إلى دهوك ونشوف هذا التقرير عن الخبز. أنواع الخبز عندي: خبز عربي، وعندي خبز قشنيش، وعندي خبز سكري، وعندي خبز درناق حب السود وسمسم، وعندي جبن، بس جبن هسه ما أسوي، تعرف العالم صايمة أيام العادية يأخذون الجبن أكثر شيء. فعندي أكثر شيء يمشي عندي حاليا الخبز والسكري والقشنيج، يمشي يعني يجي ياخذ مثلا حب السوداء وسمسم، تعرف المشتري صايم فيريد شيء مثل عين تاكل يعني، فيريد خبز زين يعني، يريد حب السوداء، يريد سمسم، يطلبون طلبات قشنيج مثلا، يطلب مثلا شعير، يطلب درناق، يعني اكثر شيء درناق يمشي. فرق الكثير عن الجهاز، الجهاز يختلف. الجهاز شنو؟ الجهاز ما مثل التنانير، يعني هسه اكثر من الناس يريدون قشنيش على التنور، طعم يختلف، واكو يريدون على الجهاز، بس اكثر شيء طلباتي يعني القشنيش على التنور. والحين تغرب بي طعم خاص يعني بي لذه. عاده كل سنه احنا نحضر نفسنا للرمضان، يعني نفس كل شهر رمضان يعني، فالشهر خاص يعني،
نسوي معجنات الفطاير عندنا مثلا، عندنا جبن وسمسم كزبرة، يعني هاي قراد، يعني كل شيء عندنا فطاير، حتى السمك عندنا، يعني عايش الوجبات خفيفة، يعني لأن الوجبة خفيفة العالم صايمي ما يقدرون يأكلون تمن وما أدري شنو، هاي وجبات ثقيلة يعني، بس هاي خفيفة العالم يحبونها بالليل، حتى يفطرون يودون على المساجد مثلا يوزعون خير. هي ربط يعني مثلا كزبرة يمشي هواي يعني كثير يمشي، بس قبل رمضان ما يمشي شيء، يعني يسوون خير يودون على المساجد تمام يفطرون بيها، العالم يحبون الخير. خبز رقاق هو خبز المفضل اللي بالشمال بكردستان عامة، احنا الكراد يعني نحب خبز رقاق، يعني هسه تروح على اي بيت كردي تلقى عنده مثلا صفطات خبز رقاق بصفطه، غير حاطين بسله هاي الكرديه وحاطين الخبز مالتهم بيها. اي خبز رقاق اكو انواع الخبز، يعني هسه عندك خبز القجنيج اللي هو اسمه الكزبر، اكثر شيء خبز الخضروات، يجيبون خضروات يترمونها ويسووها على شكل مثل الفطائر يوزعون من عندها، وعندك خبز اللاق خبز البوتيتا البطاطا، احنا اهل بغداد يسحون هالبوتيتا، بس احنا كشي ما نقوله بطاطا، خبز البطاطا هو هم زين، بس احنا بالنسبه لنا جماعه السكر ما ناخذ من عنده، عندنا بس خبز الشعير. الخبز العادي طيب والقجنيش طيب والبطاطا هم طيب، بالبطاطا يعني. يعني بشهر رمضان اكثر شيء الخبز، والله الأكثر شيء العراقي يعني الخبز العادي. العادي. إيه، والأكثر شيء مرغوب بالقجنيز. والله على الأغلب بشهر رمضان، يعني إحنا بغير أوقات رمضان نستعمل غير نوع من الخبز العراقي، بس بشهر رمضان من ضروري إنه يكون متواجد الخبز العراقي على مائدتنا يعني. والله أكثر خبز اللي هسه دا يمشي ويانا على مدة سحور الفطور خبز العادي، بس مرات نأخذ قجنيز. شيء مظبوط والله، هو طيب يعني. نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي لليوم، اللي هو العادات اللي اكتسبتها من الشهر الفضيل وأثرت عليك. كثير من التعليقات وصلتنا لليوم، ووصلتنا أنه بعض التعليقات عن النوم، بعض الأشخاص عدلوا نومهم بهذا الشهر الفضيل، والبعض الآخر عدلوا الأكل ونظامهم الغذائي بالأخص بآخر عشر من رمضان لأنه نسبة الشهية للأكل قلت، أيضا بعض الأشخاص من الممكن أن يكونوا يعانون من أمراض مثل أمراض الضغط وأمراض السكر، حاولوا أنه ينظمون هذه الأكلات أو الوجبات على مود أنه ينعمون بجسم صحي. أيضا بعض الأشخاص ذكروا أنه النوم كانت مشكلة بالنسبة لنا في بداية الأيام، ولكن بعدها تنظم والحمد لله كلش الأمور تمام. قلل الطعام اليومي لأكثر من 60% ونجحت في تنزيل وزني، كان 98 صار 91، والحد الآن أنا تارك السكر نهائيا والمشروبات الغازية والخبز الأبيض. توضيحا بس أنه إحنا الخبز العراقي هو خبز صحي إذا أكل بوجبات جدا قليلة، يعني إحنا ما نأكل خبزاية واحدة في اليوم لأنه الخبز الوحدة سعراتها الحرارية 266 سعرة حرارية، وإذا أشخاص اللي يحاولون أنه يقللون من السعرات الحرارية لازم يأكلون 1500 سعرة حرارية في اليوم، فحاولوا أن تنظمون حتى ولو قطعة جدا بسيطة أو قطعة يعني مو نص الخبزاية، ربع الخبزاية من ممكن أن تحافظون على صحتكم، لأنه يحتوي على القمح البيور قمح وأيضا الدقيق الفاخر. أيضا من هذه المواضيع مشاهدينا نروح إلى منصتنا، وبما أنه لمتنا برمضان ما تحلى إلا بوجود تجمعات الأهل والأحباب لمشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية المشوقة على قناة الشرقية، فخلونا ننتقل وإياكم إلى عالم الفن والأعمال الرمضانية اللي هي من الإنتاج الحصري لمنصة ألف وواحد،
واللي حاليا متاحة مجانا للمشاهدة لكافة مستخدمي المنصة، واللي راح تستمر بشكل مجاني حتى ما بعد عيد الفطر المبارك. فخلونا نستعرض وإياكم أجدد حلقات المسلسلات الرمضانية اللي ستعرض اليوم على قناة الشرقية ومنصة 1001. للاشتراك في 1001 والوصول إلى المحتوى المميز، اتبع الخطوات التالية. اضغط على اشترك، تجد هذا الخيار بارزا على الصفحة الرئيسية. ادخل رقم جوالك لإنشاء الحساب. ادخل رمز التحقق الذي سيصلك عبر رسالة. اختر نوع الاشتراك، سنوي، شهري أو عن طريق الكوبون، واضغط على خيار اشترك. استلم رسالتنا التي تؤكد نجاح اشتراكك. تهانينا، أنت الآن فرد من عائلة 1001. وكل الأشخاص اللي يحبون يستمتعون بمشاهدة المسلسلات الفكاهية والمواقف الكوميدية راح يكون اليوم لكم موعد مع حلقة جديدة من مسلسل ولاية بطيخ، المسلسل الكوميدي اللي يتناول قضايا المجتمع العراقي بصيغة كوميدية هزلية ويعكس واقع بعض من الشباب العراقي في حياتهم اليومية ولكن بطريقة مضحكة. بطولة مجموعة من نجوم التمثيل العراقي بإخراج علي فاضل، وبطولة أوس فاضل، أثير كشكور وغسان إسماعيل وأساور عزت، ومواقف كوميدية تجمعهم جديدة وطريفة. خلينا نتابع. سرقونا سرقوا كل فلوسي وكل ذهب زوجتي وكل اللي عندي، وينهم؟ وين صاروا؟ حافظون أخوك؟ شرطة شرطة، الحقونا يا شرطة. أي بقوم بيت أخوي وأنا موجود، اليوم اقلبها قلب، وكل يوم الدنيا تشك عيني، يوم الدنيا تشك عيني، يوم الدنيا تشك عيني. اسمع، انا مالي علاقه، انا بلغتهم للشرطه وهسه لازم يجون. ولكم شرطه؟ لك يا شرطه، لك بلغ عمامنا، بلغ حتى الاعلام، انت مخبل، انا موجود واشتم الهوى، ويبو قوم بيت اخويا. كل يوم الدنيا تشك عيني، يوم الدنيا تشك عيني، يوم الدنيا تشك عيني. من انتو؟ شرطة شرطة، الحقونا يا شرطة. يا حبيبي احنا الشرطة، جينا على اساس التبليغ اللي انت مبلغه. لا انا بلغت اريد الشرطة، لازم يجون هسه. وين الشرطة؟ شرطة اخي، احنا الشرطة. ادري انا سانتا كلوز قدامك، دول الشرطة ما مالين عينك، هاي الشوارب كامل مفيد، شوارب تلعب حديد، شنهن يدات مال بلي، استيرن مال هارلي، كامل مفيد، واي شيء بايد بالاخير. ما سامع بيا قبل؟ ما سامع بهي شيء، انا ما علي، اريد هسه الشرطة. شرطة ولكم شرطة، الحقونا يا شرطة. اذا ما مقتنع بيا اقدر اروح ادز لك اي زميل يحقق بمكاني، اذا انت ايش مقتنع انه انا شرطة. سيد يا تحقيق الله يخليك، اخويا باقي بيته ومقشوليت قشول، كل شيء مبقين، اني اخويا ينباك وانا اشتم الهواء، اليوم اطلبها قلب. كل يوم الدنيا تشك عيني، يوم الدنيا تشك عيني، يوم الدنيا تشك عيني. قد مقهور على اخوي لان ما بيوك. الكوميديا على 1001، كل ليلة قصة. مجانا وحصريا على 1001 وبس. ايضا الفنان حسن حسني ومسلسل روح اللي تنقلب حياة الجد وحفيدته روح من ذوي الهمم رأسا على عقب بعد وقوع حادثة غريبة في العائلة كانت عواقبها وخيمة، راح ياخذنا اليوم وياه الى احداث جديدة وشيقة من هذا العمل المميز واللي يضم مجموعة جميلة من النجوم. ورغم كل هذا انا رحت للفحص، ومن دخلت المستشفى لعب الشيطان براسي، ذكرت هذا اللي قال لي اياه الموظف، وقلت اذا صار اللي صار يعني انا انتهيت، وهذه بنيتي مالها غير الله واني، زعما نروح بالرجلين. فبصراحه ذكرت قتيبه، قلت قتيبه عصبي ويسوي الشيء براسه، فغيرت رايي. وانت تعرف بعد اللي صار.
لا حول ولا قوة إلا بالله. زين ليش ما خابرتني؟ ليش ما وضحت الموضوع؟ الدراما على ألف واحد، كل ليلة قصة، مجانا وحصريا على ألف واحد وبس. نرجع نأكد عليكم أنه كافة الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج الرمضانية متاحة على منصة ألف واحد مجانا، وراح تستمر هذه الفرصة لنهاية العيد، وراح تتمكنون من مشاهدة كل البرامج اللي موجودة على قناة الشرقية قبل عرضها ب 24 ساعة. نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي، ما هي العادات اللي اكتسبتها من الشهر الفضيل وأثرت عليك بشكل إيجابي؟ الكثير من الطلاب ذكروا أنه كان كل شيء مرتب لكن الوقت كان مو بصالحنا، لأنه نحاول أنه ندرس بالليل ونحاول أنه نروح الجامعة أو نروح للدراسة الصبح. هذه المشكلة الوحيدة اللي واجهناها. أيضا بعض الأشخاص من الممكن أنه يكونوا استفادوا من الصيام أو فترات الصيام جدا طويلة، وحاولوا أنه ينظمون نظامهم الصحي ويرتبون غذائهم بشكل سليم. أيضا بعض الأشخاص خسروا وزن في هذا الشهر وحاولوا أنه يبتعدون عن كافة السكريات وكافة المنبهات والأشياء اللي ممكن أنه تزيد وزنهم. أيضا من هذه المواضيع مشاهدينا أو من هذه التعليقات وصلتنا تعليقات تخص عدم الاكثار بالاكل. هذه واحده من الاشياء اللي سويتها بهذا الشهر، انه عدم الاكثار بالاكل وشرب الماء الكثير في فتره ما بعد الفطور الى السحور، شرب الفيتامينات، وايضا قضاء وقت مع العائله. ومن هذه المواضيع الى حرب البيض. طبعا حرب البيض عاده رمضانيه في باكستان، تتغير مظاهر الحياة في شوارع باكستان عند دخول شهر رمضان المبارك رغم تعدد العرقيات في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة، وتظهر عادات خاصة بهذا الشهر الفضيل من أغربها على الإطلاق حرب البيض. بموجب هذه العادات تندلع حرب بين جنود أسلحتهم البيض المسلوق. طبعا هذا البيض المسلوق يكون ملون بألوان زاهية، وهي لعبة قديمة ذات شعبية كبيرة، وتعتمد قوانينها على إمساك أحد المتسابقين الشباب ببيضة مسلوقة حيث يضرب بها الأخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها ليتأهل المتسابق للمرحلة التالية في هذه اللعبة. وهذه اللعبة تبدأ في المساء لإبقاء الناس مستيقظين حتى موعد السحور في كل ليلة من ليالي رمضان. وتمارس لعبة حرب البيض منذ أجيال في باكستان، ومن أبرز المدن الباكستانية اللي تشتهر بها مدينة بيشاور، كما تعد تجارة رابحة لبائعي البيض في شهر رمضان المبارك. وفي خبرنا الثاني، تزيد أهمية عصير الأناناس في شهر رمضان لحاجة الجسم لفوائده الكثيرة بعد ساعات من الصيام، كونه يحد من الجوع ويشجع الشعور بالامتلاء مع المساعدة في إنقاص الوزن لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة. وضمنت فوائد عصير الأناناس على قدرته على الحفاظ على كميات كافية من الماء اللي يعد أمرا ضروريا للتغلب على الشعور بالظمأ، وكذلك احتوائه على فيتامين سي اللي يساعد الجسم في الحصول على طاقة. وجاء في قائمة الفوائد بالأكثر تأثيرا للمضاد كمضاد التهاب، وأيضا لنظرا احتوائه على البروميلين هو مركب من الممكن أنه يساعد الجسم على تقليل الالتهابات الجسدية، بالإضافة إلى أن المواد الكيميائية في هذا العصير من الممكن أنه تحتوي على مستويات عالية تركز على الالتهابات، وأيضا من الممكن أنه تساعد النظام الغذائي في التشافي. من هذه المواضيع والأخبار الحلوة وفقراتنا لليوم وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب تكونوا المشاهدين استفادتوا من هذه الحلقة. نلتقيكم باكر بنفس التوقيت إن شاء الله. دمتم بخير وسلام.